مساء الخير للجميع. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. مساءكم طيب كما تعودنا من هذا الجمهور الرائع. شفت القلوب يا دكتور لبا، نعم، شكرا. مساء الخير جميعا. مساء الخير، أريد أن أتأكد منكم من بعد إذنكم إن كان الصوت واضح، وسنبدأ إن شاء الله بعد دقائق. وأيضا من الجيد أن نتعرف إلى يعني الشركاء. من أي البلاد أنتم؟ نعم، شكرا شكرا، الصوت واضح، شكرا لكم. أهلا، سنبدأ بعد قليل، أهلا وسهلا بكم، شكرا لتفاعلكم الطيب، شكرا. بلاد مختلفة ما شاء الله. أهلا وسهلا نعم للجميع. أهلا بكم من البحرين، من قطر، أهلا أهلا بكم. أيضا جمهور من الأردن، من الإمارات، أهلا وسهلا، من المملكة العربية السعودية، حياكم والكثير الله من دائما. الجزائر، نعم دكتورة، الكثير من الجزائر أيضا، يعني الجزائر، الكويت، أيضا أهلا بأهل الكويت، أهلا بكم من الإمارات الطيبة، أهلا بكم، شكرا شكرا لكم. ما شاء الله الأعداد حقيقة كبيرة جدا، وهذا يعني مسؤولية كبيرة دكتورة لما أكيد. مسؤولية كبيرة. إن شاء الله نكون يعني قادرين في جلسة اليوم أن يعني نصل إلى المبتغى بإذن الله. سأبدأ إن شاء الله بإذن الله دكتورة لما من بعد إذنك. متى الشهادات؟ كما تعودنا إن شاء الله لن يكون هناك رابط، كل من دخل الزوم إن شاء الله تلقائيا سترسل له الشهادة بإذن الله. طيب، مساءكم طيب، الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظم نعمه وامتنانه. الأفاضل والفضليات، مساءكم طيب. جلسة اليوم هي جلسة هامة تهم كل التربويين والقياديين وكل من يعمل في هذه المنظومة التربوية العظيمة. جلسة اليوم بعنوان توظيف التغذية الراجعة في العملية التعليمية، إضاءات من أدوات التعليم والتعلم. طبعا هي جلسة افتراضية بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، فأهلا وسهلا بكم. بدءا اسمحوا لي أن أرحب بالدكتورة لمى. الدكتورة لمى يوسف نصيف هي أستاذة مشاركة في قسم الدراسات العربية في كلية ويليامز في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية. حاليا هي زميلة في مؤسسة الملكة رانيا للعمل على مشروع مصادر التعليم والتعلم بالتعاون مع مؤسسة الوقف التعليمي في المملكة المتحدة للعام 2022-2023. دكتورة لما هي حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم اكتساب اللغة الثانية من جامعة تكساس في أوستن في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا تركز في أبحاثها على العمليات المعرفية في اكتساب اللغة العربية للناطقين بغيرها، وعلى تطور الكفايات اللغوية الاجتماعية لدى متعلميها، وتهتم بالتلاقي بين أبحاث اكتساب اللغة الثانية وأساليبها التعليمية التطبيقية. أهلا وسهلا بك دكتورة لما. طبعا جلسة اليوم كما قلنا هي بعنوان توظيف التغذية الراجعة في العملية التعليمية، إضاءات من أدوات التعليم والتعلم. طبعا مجموعة أدوات التعليم والتعلم هي عبارة عن 35 أداة تلخص الأبحاث التربوية العالمية والعربية بصورة بسيطة لمساعدة المعلمين ومديري المدارس في اتخاذ القرارات المعنية بتحسين مخرجات التعلم. طبعا أعدت مجموعة هذه الأدوات مؤسسة الوقف التعليمي EEF Education Endowment Foundation في المملكة المتحدة. هي مؤسسة خيرية مستقلة تكرس جهودها لإلغاء اقتران تدني التحصيل التعليمي بدخل الأسرة المنخفض، وذلك من خلال دعم المعلمين وأصحاب القرار برفضهم بأفضل البحوث والأدلة المتاحة. وقد ساهم هذا العمل جهات مختلفة، أهمها مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وجامعة زايد في الإمارات العربية المتحدة وجامعة دورهام في إنجلترا. توفر مؤسسة الملكة رانيا مجموعة الأدوات هذه حاليا في موقعها الإلكتروني، وتعمل في إطار التعاون مع EEF على تطوير تطبيقات عملية ومصادر مجانية للمعلمين. طبعا ترفض نقل هذه الأبحاث إلى حيز التطبيق، ومن هذه المصادر المهمة الدليل الإرشادي للتغذية الراجعة والذي ستوفره مؤسسة الملكة رانيا على موقعها الإلكتروني بإذن الله في نهاية شهر تموز القادم.
في جلسة اليوم ستحدثنا الدكتورة لمى نصيف عن أداة عالية التأثير من مجموعة الأدوات التي تحدثنا بها سابقا. أهم هذه الأدوات كما قلنا التغذية الراجعة. ستقدم اليوم لنا الدكتورة لمى معلومات عن توظيف التغذية الراجعة كأداة فاعلة في العملية التعليمية. في البداية ستقدم لمحة سريعة عن مجموعة أدوات التعليم والتعلم وهدفها، ثم ستعرف التغذية الراجعة وتتحدث عن بعض أشكالها المختلفة. بعد ذلك ستستعرض الدكتورة لمى ما تخبرنا به الأبحاث العالمية والعربية عن أثر التغذية الراجعة في العملية التعليمية وموثوقية الأدلة المتعلقة بها وتكلفتها، وستقدم رسالة مهمة جدا بناء على نتائج هذه الأبحاث. ثم ستقدم بعض اللمحات من 3 توصيات من الدليل الإرشادي يجب اتباعها لضمان تقديم تغذية راجعة فعالة. أخيراً ستقدم بعض التطبيقات التي سيتسنى للحضور المشاركة بها، وسيعرف أيضاً الحضور بالدليل الإرشادي التطبيقي والذي ستوفره مؤسسة الملكة رانيا على موقعها هذا العام لرفض صفوفهم بأسس وتطبيقات عملية تدعم تقديم تغذية راجعة فعالة، بالإضافة إلى استراتيجيات ما وراء المعرفة والتنظيم الذاتي. أهلاً وسهلاً بك دكتورة لمى، والمايك معك، تفضل. كل الشكر دكتورة، شكراً جزيلاً لهذه المقدمة الجميلة، وأشكركم جميعاً، أشكر أكاديمية الملكة رانيا على الاستضافة الكريمة كما عودتمونا دائماً، والحضور الكرام. أسعد الله مساءكم جميعاً، يشرفني أن أكون معكم اليوم، وأتمنى أن تكون هذه الجلسة ذات فائدة لكم جميعاً. أنا متحمسة، يعني عندما يكون الأمر له أي علاقة بموضوع من موضوعات العملية التعليمية أشعر بحماسة كبيرة، ويعني أتشوق لنقاشنا اليوم. سأشارك شاشتي معكم دكتورة. هل ترين الشاشة دكتورة؟ نعم. عظيم عظيم. والآن نعم، التأكد من الانتقال، نعم، من موضوع إلى آخر. تمام. إذا كما ذكرت الدكتورة، موضوع الجلسة اليوم يركز على التغذية الراجعة، وتكرمت الدكتورة بعرض هذه المحاور الرئيسة في جلستنا هذا اليوم. وكما ذكرت أيضا بالنسبة لمجموعة أدوات التعليم والتعلم، أنها مجموعة أدوات عبارة عن ملخص للأبحاث التربوية في مجالات مختلفة. أردت أن أعرض لكم هذه المجموعة على موقعنا أو موقع مؤسسة الملكة رانيا على الإنترنت، ولكن قبل هذا أود أن أعرف من الحضور الكرام حضر جلسة سابقة لزميلة من زملائي في مؤسسة الملكة رانيا، هي جلسة تعريفية بمجموعة الأدوات، فأرجو منكم الإجابة على هذا السؤال الموجود على الشاشة الآن. هل حضرتم سابقاً هذه الجلسة أم لا؟ من فضلكم؟ دكتورة، كم معنا دقيقة واحدة لإكمال السؤال، صحيح؟ حسناً. تمام. أوكي. سيدة كفاءة، وهل من الممكن أن نعرض نتائج
أوكي نعم نعم فقط 12%. أوكي تمام، شكرا جزيلا. توقعت ذلك يا دكتورة، توقعت ذلك. لا بأس، شكرا جزيلا. شكرا. شكرا يا كفا. أوكي طيب نعم، شكرا سيدة كفا. هذه الصفحة الرئيسة لمؤسسة الملكة رانيا، وكما ترون هل تستطيعون أن تروا الفأر هنا، يعني المؤشر عفوا، أو كما يقال يعني نعم. فهنا من ضمن المصادر التعليمية هذه مجموعة أدوات التعليم والتعلم، وكما ترون هنا هناك تعريف بها، وبعد ذلك سترون 35 أداة هي عبارة عن محاور مختلفة أو مجالات مختلفة ترتبط بالعملية التعليمية، مثلاً إعادة السنة الدراسية، المشاركة في الفنون، الواجبات المنزلية، الإرشاد، ما وراء المعرفة والتنظيم الذاتي، وغيرها من أدوات. وترون هنا مثلاً أرقام، هذا الرقم هو التقدم بالأشهر، يعني مؤسسة الوقف التعليمي تقوم بدراسات وتحليلات تجميعية لدراسات تربوية، وتقدم خلاصة هذه الأبحاث بثلاثة طرق هي هكذا: أولاً فاعلية كل أداة في التعلم، يعني أثرها في النتاجات التعليمية، وتقيس هذا الأثر بالأشهر، يعني مثلاً إذا كان الأثر 6 أشهر، فيعني الطلبة الذين حصلوا على هذا التدخل كان هناك تقدم في تعلمهم يفوق الطلبة الآخرين الذين لم يحصلوا على هذا التدخل مثلاً ب6 أشهر هكذا. أيضاً نقدم معلومات بالنسبة للتكلفة، لتكلفة كل أداة، وهذا يساعد المعلمين ومديري المدارس، يعني الكادر التعليمي بشكل عام، هل هذه أداة نستطيع تطبيقها بسهولة أم لا؟ هل تكلفتها عالية أم لا؟ أيضاً قوة الأدلة التي تدعمها، فمثلاً نرى هنا أقفال، فكلما رأينا أقفالاً أكثر يعني هذا أن قوة الأدلة أكبر، وهنا هذه الإشارة للتكلفة، لأن الدراسات الأصلية هي باللغة الإنجليزية والسياق هو المملكة المتحدة. فما تفعله مؤسسة الملكة رانيا هو تطوير مصادر، لأن ما هو مثلاً سأفتح على هذه الصفحة ما وراء المعرفة والتنظيم الذاتي، سترون معلومات تتمحور حول هذه الأفكار الرئيسة، وأيضاً هنا ملخص الأبحاث التي أجريت في العالم العربي أيضاً، ولكن نعمل الآن على توفير مصادر عملية وتطبيقية لنقل هذه الأدوات من حيز النظرية إلى حيز التطبيق في أو داخل الصفوف. طبعاً سيدة كفا، هل من الممكن أن تضعي رابط الجلسة للإخوة الحضور في التشات من فضلك؟ فإذا يعني ستستطيعون الحصول على المزيد من المعلومات وطريقة استخدام هذه الأدوات بالرجوع أو بالعودة إلى هذه الجلسة. وشكراً لكم مقدماً. نعم، فالفكرة هنا هي أنه لدينا الأدلة، وهناك أيضاً الخبرة المهنية للمعلمين، فالمزيج بينهما يؤدي إلى توظيف مستند للأدلة في الممارسات التعليمية داخل الصف. وأيضاً طورت مؤسسة الملكة رانيا بعض المصادر لدعم هذه الأدوات، فمثلاً هناك موقع مصادر لمعلمي اللغة العربية، هو في نفس المكان الذي عرضته لكم على الشاشة هنا، بالعودة إلى هذه الصفحة، مصادر تعليمية، مصادر لمعلمي اللغة العربية. وأيضاً
هناك دليل المدارس لإشراك أولياء الأمور في دعم القراءة والكتابة. وكما ذكرت الدكتورة رابعة مشكورة، نعمل حالياً على الدليل الإرشادي للتغذية الراجعة، ونركز هذا العام على ثلاثة أدوات عالية التأثير من مجموعة الأدوات، وهي التغذية الراجعة، استيعاب استراتيجية استيعاب المقروء، وما وراء المعرفة والتنظيم الذاتي. وبدون أي الآن سأبدأ بمحور اليوم وهو التغذية الراجعة. لماذا التغذية الراجعة؟ التغذية الراجعة لها أثر كبير بتكلفة منخفضة جداً بناءً على أدلة واسعة بحسب مجموعة الأدوات. فعندما نقرر مثلاً أي من الأدوات سنستخدمها في صفوفنا، ننظر إلى هذه المعلومات. التغذية الراجعة هي أثر كبير بتكلفة منخفضة جداً بناءً على أدلة واسعة، وهي من أهم المجالات البحثية في علمي اكتساب اللغة الأولى واللغة الثانية وفي العلوم بشكل عام. يعني عندما نتكلم عن التعلم يجب أن يكون هناك تغذية راجعة، وهي من أحد أهم المؤثرات في التعلم والإنجاز. ما أشكالها؟ وعذراً الحضور الكرام إذا كان هناك تكرار لبعض المعلومات التي أنتم على دراية بها، ولكن أردت أن أقدم يعني عرضاً متكاملاً لمعلومات مختلفة متعلقة بالتغذية الراجعة. أولاً سأرفع هنا، عندي مشاركة شاشة، فقط لأرى شاشتي. أوكي تمام. ما التغذية الراجعة؟ لا أعرف لماذا ممكن. تمام. معلومات حول أداء الطلبة تصل بأهداف التعلم أو نتاجاته، ونهدف من خلالها إلى إعادة توجيه أو تركيز طلبة لتحقيق هدف ما. هناك هدف تعلم ويراد من خلالها تحقيق التحسن في تعلم الطلبة. لمن نقدمها؟ للصف كاملة أو مجموعة محددة أو أفراد؟ أنا شاشتي دكتورة مختلفة. ما نوعها؟ شفهية؟ تكون على بشكل مثلا حوار مفصل أو تعليق شفهي سريع أو مكتوبة، تعليقات، علامات، درجات أو مزيج بينها. أيضا من يقدمها؟ ليس يعني نقول المعلم نعم، ولكن ليس المعلم فقط، أي شخص يقوم بدور تعليمي أو الأقران. أيضا الأقران، الطلبة أنفسهم، كيف نقدمها في النشاطات اليومية؟ من خلال الاختبارات أو عبر وسائل تكنولوجية. المدة الزمنية قد تكون أيام أو أسابيع، نعالج من خلالها، من خلال تدخلات موجهة، مفاهيم خاطئة لدى الطلبة، أو عدة أشهر يعني متابعة حتى نصل إلى الهدف التعليمي. الآن ما أشكالها؟ قد تكون إيجابية، يعني تؤكد على دقة إجابات الطلبة، مثلاً الموافقة والتأكيد، وافقك الرأي، معك حق فيما قلته، الثناء والتشجيع، ممتاز، أعجبني لفظك للحرف كذا وكذا، أحببت استخدامك لي كذا وكذا. أيضاً إظهار فهمنا، فهم المعلم لنتاج الطالب، أو ما تقصده هنا، أو فهم الفكرة هنا. أيضاً قد تكون سلبية تشير إلى أخطاء الطلبة، مثلاً هذا خطأ، هذا ليس صحيحاً، أو تصحيح الخطأ، نقول أثر في وليس أثر على، هذه من الأخطاء الشائعة. تمام؟ أيضاً من أشكالها هناك نوعان، التغذية الراجعة الضمنية غير المباشرة والمباشرة. وعندما نتكلم عن هذه الأشكال دائما يجب أن يكون هناك مزيج من أشكال مختلفة في تقديم التغذية الراجعة لزيادة فاعليتها في الصف. فمثلا الضمنية غير المباشرة
طاب الإعادة. أعيدي من فضلك، حاول مرة أخرى. أنا لم أذكر بشكل واضح ما الخطأ، تمام؟ فقط أنا طلبت الإعادة، طلبت التوضيح. ماذا تقصد هنا؟ ماذا تريدين أن تقولي هنا؟ وهذه الأسئلة يعني تشجع الطلبة أيضا على التفكير. لم أفهم، عفوا. أنا شخصيا أفضل استخدام الأسئلة دائما. أيضا إعادة جملة الطالب بصياغة صحيحة، أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بـ recasts. يقول الطالب مثلا: علي أن أدرس والنجاح. المعلم: علي أن أدرس وأنجح، تمام، بدون ذكر مباشر للخطأ. أوكي؟ الآن التغذية الراجعة المباشرة، هناك التصحيح المباشر. يعني نقول في بيت العائلة وليس العائلة. أوكي؟ صححنا. يجب أن تقول بيوت كبيرة. أوكي؟ يجب أن تستخدم ضمير التثنية هنا، تصحيح مباشر. نستطيع أيضاً بشكل مباشر توضيح القاعدة اللغوية، يعني العائلة مضاف إليه مجرور، وعلامة الجر للإسم المفرد المعرف هي الكسرة، تمام؟ أو توضيح القاعدة اللغوية مع التصحيح المباشر. مثلاً هنا نقول في بيت العائلة لأن العائلة مضاف إليه مجرور كذا وكذا وكذا. أنا وضحت القاعدة وصححت أيضا. من أشكالها أيضا التصحيح الذاتي، وأتمنى أن نفسح المجال لهذا بشكل أكبر أيضا في العملية التعليمية. فمثلا لننظر إلى هذا السيناريو. يقول الطالب: أذهب إلى السوق مرتين الأسبوع الماضي. فتجيب المعلمة: أذهب، يعني أيضا نغمة الصوت، أذهب إلى السوق الأسبوع الماضي. الطالب يقول مرة أخرى: أذهب إلى السوق مرتين الأسبوع الماضي. لم ينتبه. مثلا تقول المعلمة الآن بشكل مباشر أكثر: كيف نقول أذهب إلى السوق في زمن الفعل الماضي؟ ما زمن الفعل هنا؟ ماذا درسنا أمس؟ يعني هي عملية كما يقال scaffolding أيضا، أو دعائم تعليمية للمتعلمين. وأيضا أيضا تصحيح الأقران أيضا. مثلا يقول الطالب: ذهبت إلى السوق مرتين الأسبوع الماضي. بعد محاولة غير ناجحة للتصحيح الذاتي، نحاول أولا مع الطالب أو الطالبة، وبعد ذلك للصف: شكرا يا أمجد، ما رأيكم؟ الآن السؤال للصف ككل، تمام؟ طيب الآن ما الذي تقوله الأبحاث العالمية والعربية عن الأثر وموثوقية الأدلة والتكلفة؟ أنا أتحمس دائما عندما نتكلم عن نتائج الأبحاث. نعم. أولا، أثر كبير في التعلم في الفئات العمرية جميعها، 155 دراسة في مجموعة الأدوات، والتقدم 6 شهور. عالميا ركزت الأبحاث في المدارس على اللغة الإنجليزية والرياضيات وعلى العلوم بدرجة أقل. التكلفة منخفضة، أقل من 73 دينار أردني لكل طالب، ولكن لنأخذ بعين الاعتبار في المعلومات على الموقع، هذه التكلفة عبارة عن تحويل مثلا من الجنيه الإسترليني للدينار الأردني، ولكن قد تكون التكلفة منخفضة أكثر حسب السياق المحلي. وطبعا تعتمد هذه التكلفة على توفير التدريب للمعلمين، لأنه من اللازم تقديم تطوير مهني مستدام لتحسين الممارسة. المعلمون كما يقال متعلمون دائمون، هي عملية مستمرة مدى الحياة. الآن الأدلة، أدلة قوية. عدد كبير من المراجعات والتحليلات التجميعية قامت بها مؤسسة EEF. أيضا نتائج مبشرة من العالم العربي. باختصار بالنسبة لمجموعة الأدوات، أثر كبير، أدلة واسعة، تكلفة منخفضة جدا. الآن سأركز على بعض النتائج، وهناك ستكون هناك معلومات محدثة لمجموعة الأدوات تتوفر على موقع مؤسسة الملكة رانيا قبل نهاية شهر آذار 3 القادم إن شاء الله. بداية
تظهر الأبحاث أن التغذية الراجعة الفعالة تركز على المهمة والمادة الدراسية واستراتيجيات التنظيم الذاتي لدى الطلبة. سنتكلم عن هذا أكثر، سيكون هناك أمثلة في هذه الجلسة. 2، التغذية الراجعة المتضمنة أساليب ما وراء المعرفة والتنظيم الذاتي لها أثر كبير في التعلم، وخصوصاً لدى الطلبة الأقل تحصيلاً. 3، التغذية الراجعة الواضحة التي تعكس بدقة مواطن القوة والضعف لدى الطلبة تؤدي إلى تحسن أكبر. إذن التغذية الراجعة فعالة أثناء التعلم، عندما نقدمها أثناء التعلم أو بعده مباشرة أو بفترة قصيرة. أيضاً لاحظوا هنا أثار إيجابية حين تقدم من المعلمين ومن الأقران، أيضاً لها أثار إيجابية. والتغذية الراجعة المقدمة بوساطة التكنولوجيا لها آثار إيجابية أيضاً، وإن كانت أقل قليلاً من المتوسط الكلي. طبعاً بالنسبة لاستخدام التكنولوجيا عظيم، ولكن يجب التفكير دائماً قبل استخدام أي أداة، يعني ماذا ستضيف للعملية التعليمية. أيضاً صحيح أو التغذية الراجعة الكتابية والشفهية كلاهما فعال في بالنسبة لتعلم الطلبة. والأثر الكلي هنا في النتيجة رقم 8 للتغذية الراجعة الشفهية أعلى قليلاً من الكتابية، 7 أشهر. بالنسبة للكتابية طبعاً دائماً أعرف هم دائماً لنا جميعاً نحن يعني كمعلمين الأعباء، يجب أن نرصد أعباءها على المعلمين ويكون هناك مزيج دائماً في استراتيجيات التغذية الراجعة، كتابية شفهية، يجب أن يكون هناك مزيج دائماً في كل ممارساتنا التعليمية. أيضاً دكتور لما يمكن لفتني عودة إلى الشريحة السابقة يعني من بعد إذنك، لأن يعني حقيقة عندما نقول أن الأثر الكلي للتغذية الراجعة الشفهية أعلى من الكتابية، ربما لا أعرف هل هو يعني الحوار الذي سيدور بين المعلم والطلبة، هل هو ربما يمكن أنا يعني أحيلها إلى أثر نبر الصوت، ربما إلى لغة الجسد، لغة التشجيع، هل هذه من الأسباب التي ربما يعني كانت من الأسباب التي جعلت أن الأثر الكلي للتغذية الراجعة هي أعلى من الكتابية؟ بالتأكيد دكتورة، يعني ملاحظات في محلها، لأنه فكرة عندما نقدم مثلا تعليقات كتابية ويقرأها الطلبة وأحيانا لا يقرؤون، يجب أن نعزز أن نؤكد على هذا الأمر ونتأكد نرصد هل يتابعون التغذية الراجعة، هل يستخدمونها في كتابات لاحقة، في الكلام، في المهارات المختلفة. وأيضا تفضلت بذكر حوار، هذا مهم جدا، ولذلك هناك شيء يعرف باللغة الإنجليزية باسم writing conferences. فمثلا بعد كتابة مقالة ما أو مهمة ما مثلا، يكون هناك حوار مباشر مع المعلم أو المعلمة يقوم على الكتابة، يكون هناك نقاش بين المعلم والمتعلم أو المتعلمة يعني، وهذا مهم جدا. فيعني ملاحظة ممتازة دكتورة، شكرا كثير، شكرا جزيلا دكتورة لما، لأنه في هناك الكثير ربما من التعليقات، وأريد يعني حقيقة يعني لأنه هي جزء من الفهم لجلسة اليوم، يعني ربما أحد الزميلات تقول إذا كانت هل التغذية الراجعة عن نقول صح خطأ، ربما يعني أنا أريد أن يعني أعرج على شيء وصوبيني دكتورة لما، إنه أكثر الأبحاث حقيقة يعني أشارت إلى أن إجابات صحيح أو خطأ بالعكس هذا له تأثير سلبي في على التعلم. نحتاج إلى التعليقات، نحتاج إلى الإشارات التي تركز على أهداف التعلم، هذا أهم من أن نقول أن خطأ أم صح. أرجو يعني التعليق على هذه النقطة لأنها ذكرت أكثر من مرة في الشات. بالتأكيد دكتورة، بالتأكيد، وشكرا للإخوة الكرام الذين طرحوا هذا السؤال، لأننا سنتكلم عنه وسأعرض أمثلة في جلسة اليوم أيضا، فيعني إن شاء الله يعني بعد قليل. شكرا لكم. أيضاً النتيجة هنا، تقديم التغذية الراجعة عندما يكون الأداء جيداً أو صحيحاً وليس
ضعيفا فقط، نحن يعني ممكن نتجه دائما ما هي مواطن الضعف، ما هي الأخطاء، ولكن يجب أيضا أن يكون هناك تعليق وتعليقات عندما يكون الأداء جيدا أو صحيح. النتيجة العاشرة، لا ينبغي لسياسات مثلا المدارس أن تحدد للمعلمين مثلا يجب أن تقدموا مثلا هذا العدد على الأقل من التعليقات، لا، المعلمون هم الأقدر على تحديد عدد مرات أو أعداد التعليقات، هناك الخبرة أيضا المهنية والعملية للمعلمين في نفس الوقت. الآن في العالم العربي، في البلاد العربية، أظهرت أيضا بحسب مجموعة أدوات أن للتغذية الراجعة أثر فعال في مهارات الكتابة وفي زيادة تفاعل الطلبة وتقبلهم للتعلم التعاوني. تمام؟ طيب الآن الإخوة الكرام، سأفاجئكم ببعض النتائج الغير متوقعة. هذا هو الجميل. نعم، دائما بحسب مجموعة الأدوات أثار التغذية الراجعة يمكن أن تكون سلبية أيضا، بل وتؤدي إلى نتائج أسوأ. هل يعقل هذا؟ نعم، في دراسة، في تحليل تجميعي ل 600 دراسة، ثلث هذه الدراسات 200 أظهر أن هناك تراجعاً في أداء الطلبة، وأيضاً دراسات أخرى تقول أن الطلبة يستخدمون القليل فقط من التغذية الراجعة الكثيرة التي تقدم لهم. وهناك دراسات ركزت على آراء الطلبة وقالوا أن المعلمين يقدمون لهم الكثير من التغذية الراجعة ولكن القليل منها فقط مفيد لتعلمهم. بل أيضا رقم 5، هذه نتائج من أبحاث اكتساب اللغة الثانية، هناك تناقض بين ما يريد المعلمون التركيز عليه من خلال التغذية الراجعة ووعي الطلبة به. سأعرض لكم مثالا، هذه دراسة من علم اكتساب اللغة الثانية لماكي وغاس ومكتانا، وهناك عينتان، متعلمو اللغة الإنجليزية كما ترون هنا ومتعلمو اللغة الإيطالية. هذا الفوشيا، هذا اللون، يعرض التغذية الراجعة المتعلقة بالقواعد. هنا المفردات، اللون البرتقالي، واللون الأخضر للتغذية الراجعة المتعلقة بالصوتيات، الأصوات. لاحظوا هنا في العينتين حتى لم يدرك الطلبة ما هو تركيز أو محور التغذية الراجعة، أنها كانت متعلقة بالقواعد، فهموها على أنها شيء آخر. في الوقت الذي فهموا التغذية الراجعة المتعلقة بالمفردات بشكل أفضل، أنها تغذية راجعة متعلقة بالمفردات، وهذا يرتبط بالانتباه الطبيعي للطلبة، التركيز على المفردات، التركيز على المعاني. والصوتيات تباينت بحسب العينتين، ولكن القواعد هي الأقل، المفردات هي الأعلى، فيجب أن ننتبه إلى طريقة تلقي الطلبة للتغذية الراجعة. إذن ماذا تظهر هذه النتائج غير المتوقعة؟ يجب أن نفكر بكيفية تقديم التغذية الراجعة وليس الكمية. وأيضاً هل هي عملية أحادية الجانب؟ يعني فقط جهة واحدة من المعلمين للطلبة، مسبب ونتيجة، وإعادة النظر. يجب أن نعيد النظر في رؤية التغذية الراجعة وتوظيفها في العملية التعليمية. وهذا يقودني إلى رسالة هذه الجلسة بناء على الأبحاث. التغذية الراجعة، نعم، هي معلومات يتلقاها المتعلمون ويستخدمونها، ولكن هي بداية حوار مع الطلبة، توضح لهم أين سيتجهون وكيف والخطوات الآتية في رحلتهم التعليمية. وهي عملية ثنائية الجوانب، ليست أحادية الجوانب، هي عملية تفاعلية بين المعلمين والطلبة. نركز فيها كمعلمين على طريقة تلقي المتعلمين للتغذية الراجعة. وأيضاً الإخوة الكرام، الطلبة لهم دور أساسي ومحوري في العملية التعليمية، وهم مشاركون فاعلون في عملية التعلم منذ السنوات الأولى،
منذ السنوات الأولى وليس فقط السنوات المتقدمة للتعلم. نستطيع أن ندرس الصوت. نعم مرة. يلا تحمست الدكتورة فيعني ممكن يبدأ على لا بأس. وعلى فكرة كمان الجمهور متفاعل جدا حقيقة، والتغذية الراجعة يعني رائعة ما شاء الله عليهم. واضح إنه إحنا يعني لمسنا شيء يحتاجونه حقيقة. رائع. نعم الحمد لله. توصيات. شكرا. التوصيات، ما التوصيات الواجب اتباعها لضمان تقديم تغذية راجعة فعالة بحسب الدليل الإرشادي؟ يعني طورت مؤسسة الوقف التعليمي الدليل الإرشادي الذي ذكرته في البداية ونعمل على رصده بتطبيقات عملية. هناك ست توصيات، سأعرض بعض النقاط من التوصيات 1 إلى 3 وهي الأهم. التوصية الأولى، إرساء الأسس للتغذية الراجعة الفعالة. كيف؟ أولاً، التدريس عالي الجودة. يعني قبل أن نتحدث عن التغذية الراجعة يجب أن نتحدث عن التدريس عالي الجودة. كيف يكون عالي الجودة؟ مثلاً بعض المحاور، البناء على المعرفة والخبرات السابقة للطلبة، تقديم منهاج دراسي متسلسل بعناية، التخطيط للدروس الفعالة النمذجة والتفسيرات والمواد الداعمة للتعلم. وجميع هذه المحاور سيكون لها أمثلة تطبيقية في الدليل الإرشادي. تزويد الطلبة بالأدوات والاستراتيجيات لتخطيط تعلمهم وتقييمه. أيضاً التقييم التكويني formative assessment. يجب أن نفكر بأهداف، نحدد أهداف التعلم التي ستهدف التغذية الراجعة إلى تحقيقها. دائماً هدف التعلم في بالنا، ما الهدف؟ هدف التعلم من وراء التغذية الراجعة هنا، وتقييم فجوات التعلم التي ستعالجها التغذية الراجعة. الآن نظراً لضيق الوقت اخترت واحد من هذه المحاور. ما معنى البناء على المعرفة والخبرات السابقة للطلبة؟ مثلاً هذا مثال من الصف الأول، اللغة العربية. أنا أريد مثلاً أن أقدم حرف ت بالاعتماد على معرفة الطلبة بالحرف ب، يعني درسوه من قبل. مثلاً أقول لهما بنفس الشكل، الشكل ذاته، وتتصلان مع الحرف التالي بنفس الطريقة ولكن تلفظان بشكل مختلف، والتاء لديها نقطتان فوق الحرف وليس أسفله. فإذاً وهذا يرتبط بعلم النفس المعرفي، نسهل عملية التعلم لدى الطلبة عند الانتقال من المعلوم إلى الجديد، نعتمد على ما يعرفه الطلبة. مثلاً هنا الصف الرابع، اللغة العربية، هناك نص قراءة في المناهج الأردنية. أم قيس، قبل القراءة أسأل الطلبة: هل زرتم أم قيس من قبل؟ ماذا شاهدتم هناك؟ أنا أعد الطلبة لأستخلص أفكار، مفردات لتسهل عليهم عملية التفاعل مع النص بعد ذلك. تمام؟ أيضاً سريعاً تكلمت أنه من الأسس المهمة أو في التوصية الأولى التقييم التكويني. هذه كما نراها في هذه الشاشة المحاور الخمسة الأساسية في التقييم التكويني: توضيح أهداف التعلم، معايير النجاح. 2، أدلة للتعلم، كيف أعرف أن الطلبة تعلموا. 3، تقديم التغذية الراجعة التي تدفع التعلم إلى الأمام، وسأقدم لكم أمثلة الآن. تمكين الطلبة، 4، بصفتهم مصادر تعليمية لبعضهم البعض، وتمكينهم بصفتهم مسؤولين عن تعلمهم الخاص. عذراً لضيق الوقت سأنتقل، يعني فقط اخترت رقم 3، تقديم تغذية راجعة التي تدفع التعلم إلى الأمام، وهي أيضاً ترتبط بالتوصية الثانية، تقديم التغذية الراجعة حسنة التوقيت التي تركز على دفع التعلم إلى الأمام. كيف؟ تركيز على، هل تتذكرون نتائج الأبحاث المهمة؟ المادة التنظيم الذاتي لدى الطلبة. تمام؟ سأمشي
التوقيت، سأنتقل الحقيقة إلى التركيز. التغذية الراجعة التي تركز على المهمة، يعني تهدف إلى تحسين جزء معين من العمل أو نوع معين من المهام. مثلا مهمة كتابة نقدية، تمام؟ لم يقدم الطلبة أدلة كافية تدعم وجهات نظرهم. عرضت المعلمة مثالا لعمل طالب سابق يتضمن فقرة تفتقر إلى الأدلة وفقرة أخرى بها أدلة كافية، وطلبت منهم التالي. قالت لهم: راجعوا هاتين الفقرتين، هل يمكنكم ملاحظة الفرق؟ تمام، صار في عمل هون. والآن أعيد النظر في عملكم وأضيف الأدلة في الأماكن اللازمة. هذه تغذية راجعة متعلقة بالمهمة، تمام؟ ولكن طبعا تغذي الاستراتيجيات أو العمليات المعرفية بشكل عام، هناك تداخل بينها ولكن تركز على المهمة. الآن هناك تغذية راجعة تتعلق بالمادة الدراسية أو العمليات الأساسية المعرفية الذهنية في المهمة، وتستخدم في المادة ككل. مثلا اللغة العربية تواجه مثلا أو يواجه طلبة صعوبة في كتابة الحروف، فتقول المعلمة: لاحظي كتابتك للحرف دال هنا، بدأت من اليسار ورسمت خطا على السطر ثم إلى الأعلى، تذكري نبدأ من الأعلى وننزل إلى السطر بعد ذلك إلى اليسار، هكذا حاولي مرة أخرى. فإذا هنا تتعلق بمعرفة طلبة للحروف وهي متعلقة بالمادة ككل، المادة الدراسية. أيضا وما أهتم به أيضا كثيرا التنظيم الذاتي، لأننا لا نستخدمه كثيرا في العملية التعليمية. وفي هذا في التغذية الراجعة هنا هي تهدف إلى تحسين قدرة الطلبة على تخطيط تعلمهم ورصده وتقييمه. مثلا اضطرب موعد امتحان اللغة العربية، ووضعت طالبات الصف خطط مراجعة فردية في بداية الفصل الدراسي، ولكن بعد تصحيح أوراق الامتحان التجريبي تشتبه المعلمة في أن بعض الطالبات يقمن بمراجعة الموضوعات التي يجدنها فقط. تقول لهم: عدلي خطة المراجعة الخاصة بك لإعطاء أولوية أكبر لمواطن الضعف لديك. فإذا هي توجه الطالبة إلى استراتيجية كيف تتعامل، تمام، في الاستعداد لهذا الامتحان. وحتى الأساتذة يقولوا نهمل مواد أخرى، هذه أمثلة من مواد أخرى. الرياضيات مثلا تغذية راجعة متعلقة بالمهمة، مثلا المهمة هي ترتيب الأجسام من الأخف إلى الأثقل. يقول المعلم: لقد اقتربت من الترتيب الصحيح، لكنك رتبت جسمين من هذه الأجسام بطريقة خاطئة، هل يمكنك استخدام الميزان مرة أخرى ومعرفة أيها الأثقل؟ تتعلق بالمهمة، وطبعا تغني المادة ككل. المادة مثلا التاريخ، هناك نقاش في الصف بين طلبة الصف حول ما إذا كان غاندي بطلا. يلاحظ المعلم أن الطلبة لا يستخدمون ما يكفي من المصطلحات التاريخية في المناقشة، فيقول لهم: يستخدم المؤرخون مصطلحات تاريخية مناسبة، أود منكم أن تستخدموا مصطلحاً متخصصاً تعلمناه في كل نقطة تطرحونها، مثل المقاومة السلمية أو اللاعنفية. فإذن هذه تغذي المادة ككل. التنظيم الذاتي، التربية البدنية، الرياضة، مثلاً رمي الجلة. يقول المعلم: لماذا تعتقدين أن هذه المحاولة كانت أقل نجاحاً من السابقة؟ ماذا عليك أن تفعلي بشكل مختلف في المرة القادمة؟ هذا يجعل الطالب يفكر. ونستطيع تطبيق هذا السؤال في مختلف في المواد جميعها، يعني ما الذي فعلته هذه المرة وأدى إلى نتيجة أقل؟ تمام؟ يجب أن يفكر الطلبة في عملية تعلمهم. الآن هذا يقودنا إلى السؤال الذي طرحه الإخوة الكرام. التغذية الراجعة التي لا يرجح أن تدفع التعلم إلى الأمام هي التغذية الراجعة التي تتعلق بالطلبة أنفسهم، تلبح إلى أن لديهم قدرة فطرية غالباً ما تكون عامة وتفتقر إلى المعلومات. مثلاً
عمل رائع، أنت بارع في الرياضيات. طيب ما هي المعلومات المحددة التي قدمتها للطالب أو الطالبة هنا؟ هذا جيد لكنك أفضل من ذلك، يعني أنت مؤرخ موهوب، جهد رائع كالعادة. التعليقات الحقيقة تقول الأبحاث المتعلقة بالجهد يعني غير واضحة نتائجها، يعني كيف أعرف؟ قد أفترض أن مثلاً طالباً لم يضع ما يكفي من الجهد، ولو قد يكون قد بذل الكثير من الجهد، لا أعرف. لا، هذا الأمر لا يكون واضحاً دائماً بالنسبة لنا. أيضاً هذا عمل رديء، أتوقع أفضل من ذلك من طالب في مستواك. يعني ماذا قدمت؟ ماذا قدمت للطالبة هنا؟ خطة عمل، أين خطة العمل؟ أنت كيميائي بالفطرة، لا مانع طبعا يجب أن نشجع الطلبة، ولكن يجب أن يعني يكون هناك خطة عمل للطلبة من خلال التغذية الراجعة. الآن التوصية الثالثة، تخطيط لك الآن مرة أخرى، الطلبة التخطيط لكيفية تلقي الطلبة للتغذية الراجعة واستخدامها، ليس فقط معلومات كيف يتلقونها ويتلقونها، استراتيجيات لتشجيع الطلبة، كيف أشجعهم؟ أشجعهم على استخدام التغذية الراجعة من خلال تغذية راجعة واضحة وقابلة للتطبيق، وسأعرض أمثلة الآن. أيضاً تشجيع الطلبة على الترحيل بالتغذية الراجعة ورصد ما إذا كانوا يستخدمونها، دعم الطلبة لتحمل مسؤولية أكبر عن تحسين أدائهم وزيادة دافعيتهم للتحسن. أخاطب طلابي أو طلبتي دائما، يعني هذا الحديث الذي نشجع به الطلبة وأنهم قادرون، والله طلبتي دائما يفاجئونني بقدراتهم دائما، عندما نتوقع منهم الكثير ونشجعهم هم يعني الدافعية لديهم تزداد بشكل كبير، يعني مذهلون الحقيقة. المناقشات الصفية دائما أناقش بشكل يعني مباشر، عملية التعامل كيف نتعلم في الصف، أناقش هذا مع طلبتي. استراتيجيات التعلم كيف أتعامل مع التغذية الراجعة، يجب أن يكون هناك وقت في الصف لمناقشة هذا والتحقق من فهم الطلبة للتعليقات. أيضا تقديم نماذج من الأقران، ممكن نماذج من طلبة سابقين لعرضها في الصف ومناقشتها. التطبيق، إتاحة الفرص للطلبة لاستخدام التغذية الراجعة، مثلا يجب يعني مثلا الطلبة كتبوا إنشاء، تمام، يجب أن يكون هناك على الأقل مرة أو مرتين، أعرف أعباءكم وهناك أعداد كبيرة من الطلبة في الصف الواحد، ولكن مرة أو مرتين خلال الفصل الدراسي يكتب الطلبة فيها مسودة ثانية أو ثالثة، يعني بحيث حصلوا على التغذية الراجعة من المعلم أو المعلمة، أعادوا الكتابة مرة أخرى، وبهذا عندما أقرأ النسخة الثانية أعرف هل استجابوا للتغذية الراجعة أم لا، يعني مرة أو مرتين على الأقل خلال الفصل الدراسي، وأكثر إذا كانت أعداد الطلبة في صفوفكم تسمح بذلك. أيضا مساعدة الطلبة على فهم نقاط قوتهم ونقاط التحسين وتقييم مدى فاعلية التغذية الراجعة. دكتورة لما فقط يعني مداخلة سريعة، ربما يعني لا يلفتني ما تقدمين حقيقة، عجبتني بعض التعليقات، ربما بعض الطلبة أو المستفيدين من برامج أكاديمية الميديترانية هم يثنون على ما يقدم ويقولون أن هذه الممارسات تدربوا عليها في خلال تدريبهم في أكاديمية الملكة رانيا. فيعني أنا شاكرة جدا لهذه التعليقات، واضح انتقال الأثر. أيضا دكتورة لما، نحن في أكاديمية الملكة رانيا أيضا جدا مهتمون بهذه الممارسات، ربما من أهم الممارسات وركيزة أساسية في كل برامجها، التغذية الراجعة سواء كانت مشافهة أو مكتوبة هي الأهم دائما، التركيز كما قلت على المهمة والتركيز على التطور وليس على الطلبة. يعني أنا أريد، يمكن بعض التعليقات كانت تقول يعني تفاضل ما بين التغذية الراجعة الشفهية أو المكتوبة، أنا أقول ليست هذا المهم الآن، من هي الأفضلية، لكن أنا أقول دائما على ماذا نركز وكيف نقدم التعليقات وكيف نقدم أيضا طرق
طرق غنية لإثارة تفكير الطلبة والتغيير كما قلت. وهذه كما قلت لك بكتابات الطلبة عندنا في البراء في أكثر من منحة في الأكاديمية، نقوم بهذه الطريقة أيضا، تقدم تغذية راجعة أولى ثم يقوم الطالب بتعديلها وهكذا، والهدف هو متابعة تقدم الطلبة في المهارات والتفكير. شكرا دكتورة لما لاستثارتنا يعني بهذه النقاط الرائعة. شكرا. بالتأكيد كل الشكر دكتورة، يعني مداخلة رائعة. التعلم عملية تستمر لسنوات وسنوات، يعني حتى لو أخطأ الطلبة الخطأ هو جزء من عملية التعلم، يعني فيجب المتابعة كما تفضلت الدكتورة، التركيز على عملية التعلم، تلقي المتعلمين خطوة خطوة كما نقول. تمام؟ تمام. الآن بالعودة دكتورة للأمثلة اللي ذكرتيها حضرتك، أو يعني كان هناك سؤال من الإخوة الكرام، كيف أشجع الطلبة على استخدام التغذية الراجعة؟ أولاً من خلال تغذية راجعة محددة ودقيقة وواضحة، يعني عندما أقول كتابة جيدة، هل برأيكم هذه تغذية راجعة محددة دقيقة؟ كيف أحسنها؟ إنشاء مترابط لأنك استخدمت أدوات ربط مناسبة مثل كذا وكذا. تمام؟ أيضاً تقدم إرشادات محددة حول سبل التحسن، يعني أقدم للطلبة خطة عمل كيف يتحسنون. مثلاً زمر الفعل هنا ليس صحيحاً، لا يكفي، ماذا سيفعل الطالب هنا؟ تمام؟ ممكن أقول متى ذهبت إلى الحديقة؟ أي زمن للفعل يجب أن نستخدمه هنا؟ مثال آخر، كيف توصلت إلى هذا الرأي؟ هل يمكنك إدخال دلائل هنا لدعم وجهة النظر هذه؟ كما حددت لكم عند توصيف المهمة، نذكر الطلبة دائماً بتوصيف المهمة. وأنا يعني دائماً يعني من فضلكم إذا كان هناك مثلاً كتابة مهمة معينة لها محاور واضحة، قدموا هذه المعايير للطلبة قبل البدء بالمهمة، تمام؟ بحيث يعملون عليها ليس فقط لفهم التغذية الراجعة من قبلكم، وإنما لفهم على ماذا سيركزون في هذه المهمة. يعني التغذية الراجعة تدعم التعلم وتوضح للطلبة نوايا التعلم وأهدافه. أيضاً تشجع التغذية الراجعة الفعالة بذل المزيد من الجهود. عندما أقول حاولي بشكل أفضل المرة القادمة، أيضاً ليست واضحة، ليست دقيقة. هنا أرى تقدماً في استخدام اسم الفاعل، ولكن تأكدي من تخصيص وقت بعد انتهائك من الإجابات لمراجعتها والتحقق من دقتها وصحتها. خطة عمل. أيضاً تعطى باعتدال حتى تكون مجدية وذات مغزى. لا نريد إحباط الطلبة بتعليقات كثيرة ترهقهم ولا يستطيعون استيعابها أو تطبيقها. حتى أحياناً مثلاً إذا كان لنفرض مثلاً طالب أو طالبة يقدمون تقديماً شفهياً، أنا لا أقاطعهم إطلاقاً، لا أقدم تغذية راجعة مباشرة في هذه الحالة. أكتبوا ملاحظات، أختار بعض الأشياء، أكتبوا ملاحظات وأذكرها بعد الانتهاء، دعوهم يتكلمون. بحسب كل مهمة لها تركيز، نحدد ماذا سنفعل فيها. كما يقال هناك مقولة أظن أنها مأخوذة من اللغة الإنجليزية، نختار معاركنا، أي الأشياء نركز عليها. تمام؟ الآن سنبدأ جزء التطبيقات العملية، أخذين ما سبق بعين الاعتبار. تمام؟ سأعرض بعض النماذج، هي نماذج من الميدان الحقيقة، وهناك السيدة كفا ستساعدنا في إظهارها على شكل أسئلة على زوم. نعم، يعني سنقول هل هي تغذية راجعة فعالة أم غير فعالة؟ أوكي؟ سنجيب على هذا، وبعد ذلك سنحسن، سنعمل على تحسينها إذا كانت بحاجة إلى تحسين. تفضلوا. سأعود إلى الشاشة. نعم، سأعود إلى الشاشة. نعم، هذه التغذية الراجعة. هل أقرأها لهم دكتورة أم فقط للقراءة؟ برأيك أن تراوح.
بين هذا وذاك، نراوح ما بين بين الأخ القراءة، نعم، نطبق نعم نطبق ما نفعله أيضا بالحصة الصفية، نراوح ما بين قراءة المعلم أيضا، وهم يقرؤون ويحاولون أيضا ذلك. نعم نعم تماما تماما. اوكي، فاذا اذا تقول المعلمه هنا عزيزتي نور، وهذه كما ذكرت نماذج حقيقيه من الميدان. لقد استمتعت جدا بقراءه موضوعك، اعجبني تنظيم الافكار وتسلسلها، ولكن اريد منك الانتباه اكثر لبعض الاخطاء اللغويه. هل هي تغذيه راجعه فعاله ام غير فعاله؟ دقيقة أظن معنا لكل نعم ربما يتجهون إلى أنها فعالة، أوكي لكن أوكي بعضهم لا، لكن بعضهم حصيف يقول يجب تحديد ما هي الأخطاء. أوكي تماما تماما. سنرى النتيجة أظن الآن. النتيجة نعم. أظن أن نصف دقيقة ممكن كافية أو كافية، نعم كافية، حتى نمر على أكثر الأمثلة. هل نستطيع معرفة أوكي 85% فعالة، 15 غير فعالة. طيب أوكي تمام. طيب أنا أجبت هنا فعالة جزئيا، نعم هناك أجزاء فعالة، نعم أنا ذكرنا ماذا أعجب المعلمة، تنظيم الأفكار، ولكن تحديد الأخطاء اللغوية، يعني مثلا أيضا تقديم حلول، مراجعة الموضوع قبل التسليم أو التوجه إلى المعلم ومناقشة الأخطاء، أو مثلا أريد أن ألفت نظرك إلى كذا وكذا، فقط أحدد الأخطاء. يلا سريعا السؤال الثاني تفضل. نعم هناك عدة يعني أخطار ممكن بعض هنا جيد، ولكنك لم تجب عن السؤال بشكل كامل، الرجاء الانتباه أكثر في المرات القادمة. ما رأيكم؟ غير فعالة، غير فعالة، غير فعالة، غير فعالة، غير فعالة بشدة. غير فعالة بشدة. هاي لازم كان نضيفها دكتورة على المعايير هون كمان. فعالة، بعضهم فعالة، غير فعالة لا. أيوة نعم أوكي. غير فعالة لا بأس، غير فعالة أبداً. أبداً، تمام. يعجبني يعني يعني هناك تدرج في نعم نعم حلو. لا هناك غير فعالة أبداً أبداً، ضيفي عليها. كمان. أبداً أبداً. جميل. طيب. تماماً. أظن نستطيع يعني نظرا لضيق الوقت ممكن لأنني لا أرى السؤال في الحقيقة دكتورة البول. ننتظر كفاءة. 85 فعالة، 15 غير فعالة. طيب شكرا شكرا لكم. طيب لنرى ماذا فعلت هنا. أيضا ممكن جزئيا هناك أوكي وضح المعلم أو المعلمة ما المشكلة، لم تجب عن السؤال فقط إلى جزء إلى حد ما، لكن لم ما كانت واضحة في الانتباه في عفوا ماذا يفعل خطة العمل. ليس هناك خطة عمل، يعني جزء منها لم تجب عن السؤال بشكل كامل. وضحت ممكن الطالب، هل نسي الطالب أو الطالبة مثلا بعض الأشياء؟ ممكن أستطيع أن أقول هل كانت هذه مشكلة وقت؟ أم واجهت بعض الصعوبات في إكمال السؤال؟ أنا جاهزة للمساعدة إذا كانت لديك أي أسئلة بالنسبة إلى هذا السؤال، يعني نريد أن نعرف ما الذي سبب هذا. تمام؟ لكن شكراً لإجاباتكم. يعني نعم ممكن أنا سأنتقل دكتورة الحقيقة، سأختار، لا أظن عندنا الوقت للأسئلة. ربما هذه دكتورة، لأنه أنا يمكن وضعت جملة، يعني حتى أحيانا بعض الجمل التي نضعها بحسن نية، أنا متأكد المعلم يحب الطلاب، ولكن أحيانا بحسن نية نقول مثلا حاول بجد في المرة القادمة، هي محبطة، هي محبطة. تماما. انظري إلى هذه الدكتورة والحضور والإخوة الكرام، تفضلوا شو رأيكم، ما رأيكم بهذه؟ من الواضح أنك لم تدرس
قاعدة الهمزة، لذلك أخفقت في الإملاء. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ هدامة، نعم، هي محبطة. محبطة. تماماً. تماماً. هي تماماً غير فعالة. هناك حكم على الطالب بعدم الدراسة، كيف يعني والإخفاق من ال... أوكي. نعم. نعم. ما في مشكلة، أظن نستطيع أن نتجاوز هذا الآن نظراً صحيح لضيق الوقت. لكن من الممكن أن يكون الطالب قد درس القاعدة، والخطأ جزء من عملية التعلم، صحيح؟ أيضاً لاحظوا الهمزة من القواعد اللي يصعب على الطلبة تعلمها، لأنها لا ترتبط بمعنى بشكل مباشر، لا تؤثر على المعنى، وهذه الصيغ القواعدية أو الإملائية من أصعب الصيغ، لأنها لا ترتبط بالمعنى، وهذه مثبتة. مثلاً الإعراب أيضاً مثبتة في أبحاث الاكتساب اللغة. أوكي، تمام، أوكي. 24 فعالة، 76 غير فعالة. الغالبية نعم يتفقون أنها غير فعالة. طبعاً أقول مثلاً، ما الحركات قبل الهمزة وبعدها في هذه الكلمة؟ ما الأقوى بينهما؟ إذن أي شكل مناسب للهمزة؟ أساعد، الهدف هو تحديد هدف التعلم ومساعدة الطلبة على الوصول إلى هذا الهدف، تمام؟ سأنتقل إلى دكتورة لما، يعني خلينا هيك لتلبية توقعات المعلم يجب أن تساعده في الإرشادات، يجب أن تقدم له معيناً إذا أردت فعلاً أن تصل به إلى نقطة التعلم الحقيقية. تماماً، تماماً، بالتأكيد دكتورة. الآن سأنتقل إلى نموذج مختلف قليلاً، لأنه يركز على كتابة. هنا دكتورة لاحظي، هذه حقيقة. سامر، أين كان عقلك في الامتحان؟ أريد أن أرى ولي أمرك في أسرع وقت. يعني هذه مدمرة، مدمرة للطلبة. طيب، ما رأيكم؟ هذه طويلة الحقيقة شوي، لكن هذه تغذية راجعة تفضل الأساتذة أو الإخوة الكرام. شكرا جزيلا لك على الموضوع، استمتعت كثيرا بقراءته ومتحمسة جدا للاطلاع على البحث النهائي. أود أيضا أن أحييك عموما على مجهودك في هذا المسار، وإن كان لدي سؤال بين قوسين لن يؤثر على علامتك إطلاقا، ولكنه بدافع من الفضول. هل ساعدك أي أحد في العمل على هذه المسودة؟ فهي بالطبع ما زالت موضوعك وتفكيرك وبأسلوبك، ولكن التدفق اللغوي أكثر سلاسة من المعتاد في كتاباتك، فأردت أن أعرف سر ذلك. شكرا لك مرة أخرى. هناك موضوع ممكن لا نتكلم عنه كثيرا، السرقة الأدبية أحيانا، أو ممكن عندما يكون هناك مساعدة، فكيف يعني هون كيف نتعامل مع هذا الأمر؟ لا نريد اتهام الطلبة بشكل مباشر، تمام؟ ما رأيكم، فعالة أم غير فعالة؟ تمام، إذن هي فعالة. نعم. عندي ممكن عندما يكون يعني عندي فضول مثلاً للإخوة الذين مثلاً يعني قالوا بأنها غير فعالة أو إنها غير فعالة، لماذا؟ فهذا أيضاً موضوع حوار. هناك هذا جميل جداً، هناك اختلاف في وجهات النظر، تجارب مختلفة، نستطيع أن نحسن. ليس هناك يعني إجابة نعم هذا لا، يعني مجال للحوار دائماً بالنسبة لهذا الموضوع. دكتورة أنا الجانب العاطفي هم ربما ذهب بهم أن هناك اتهام مبطن للطالب، يعني هذا الاتجاه ربما جعلهم يكتبون أنها غير فعالة، فهو اتهام للطلبة، لكن هذه أيضا قيمة أخلاقية لا ننسى، قيمة أخلاقية يجب أن نغرسها عند الطلبة. تماماً. ممكن نستطيع أن مثلا نتكلم مع الطالب أو الطالبة على انفراد، مثلا عمل جميل التشجيع، ولكن يجب إظهار المشكلة، لأنه أيضا يجب أن ندرب طلبتنا على الأمانة الأدبية. أيضا إذا مثلا كانوا عندما يكونون صغارا، هناك دائما مساعدة من أولياء الأمور، يعني نعرف هذا مثلا
في الواجبات المنزلية، الإرشاد، إرشاد الآباء والأمهات. ولكن هناك أيضا نسخ أحيانا من الإنترنت، وهذا أمر نواجهه كثيرا في هذه الأيام دكتورة، ويجب أن نتعامل معه أيضا وبشكل لطيف لطيف. أنا على دراية بضيق الوقت، أنا سأعرض فقط سريعا دكتورة ما ألطفها هذه الرسالة، ما ألطفها طالب مثلا في المرحلة الابتدائية، لننظر ماذا فعلت المعلمة هنا. طيب أنا سأحاول أن أقرأها، اسمحي لي. دكتورة حبيبي منير، ربما يريد أن يقول حبيبي منير، أبعث لك رسالتي، بدي أعدمك عيد ميلادي. هو طفل، عيد ميلادي بعد بكرة، لو تعرف قديش بعمل لك أشواق ومشاعر صديقتك المحب. من الأخطاء اللي فيها تجاوزتها دكتورة لما، صدقا وأنا أقرأ بهذه الرسالة. ما رأيك؟ خير. لاحظوا الحضور الكرام، يعني هذه تغذية راجعة غير مباشرة، وأيضا يعني دائما نحن كما ذكرت في البداية تعليقات دائما لغوية، ولكن هي تفاعلت مع الطفل وعلقت. يعني أنا أيضا أبعث لك رسالة لأدعوك إلى عيد ميلاد ابنتي مريم بعد غد، فقط لو تعلمين كم تشتاق مثلا إليك مريم أو إليك، وأردت أن أخبرك أيضا أنني سأكون في عيد ميلاد منير. يعني لطيفة جدا ما معلمتك، ولكن كتبت طبعا بشكل صحيح، ونستطيع أن نلفت دائما ندرب. أنا جزء كبير من العملية التعليمية بالنسبة لي تدريب للطلبة، كيف أدربهم على التعامل، أقول لهم انتبهوا دائما عندما أكتب ردا كهذا، تمام؟ يعني أن هناك أشياء أريد أن أود أن ألفت نظركم إليها. يا دكتور لازم يقول خطوة الخطأ، لكن ضمنية دون أن تقول له عن الأخطاء. نعم. لكن ضمنية يصوبته خطأ. نعم. تماما، ويجب في الممارسة التعليمية تنويع الأساليب مباشرة ضمنية، يجب أن ننوع أساليبنا دائما في الصف. سأعرض فقط سريعا هنا، أحيانا يتوقف تماما بعض. لاحظوا مثلا أنا ظللت باللون شكرا جزيلا، ظللت باللون الأزرق هنا مثلا. التعليقات التي تعلقت أو تتعلق بالمضمون، من المهم جدا أن نعلق على المضمون وليس فقط اللغة والقواعد بشكل لطيف. جميل جدا أنك تستعمل المثنى عفوا هنا، هما واظبتين على المطالعة، يعني واظبتا، يريد الطالب أن يقول واظبتا. نشرح واظب فعل وليس اسم، فلو كان اسما لكان ما كتبته صحيحا، ولكن كيف نصرف الفعل هنا؟ أعطيك مثال، مثالهما مؤنث، شربتا، لعبتا. من المهم أن نقدم أمثلة ونعطي الطالب الفرصة ليكتشف خطأه بنفسه ويصححه. مثلا المطالعة مهمة جدا لأنه تغذي الروح والجسد، جملة رائعة ومعبرة، وأتفق معك. نعم. قد يقول الكثيرون، هل لدينا الوقت لهذا كله؟ هذا جهد، يعني واضح الجهد. نستطيع فعل هذا شفهيا، تمام؟ إذا كانت أعداد كبيرة، إذا ما استطعنا، وكتابيا يعني ليس من اللازم أن نعلق على كل شيء، وسأقول هذا، يعني أتكلم عن هذا بعد قليل. نختار مثلا أخطاء، ويجب على الأقل أن يكون هناك تعليق واحد أو تعليقان إيجابيان أيضا للطلبة، يعني ولو يعني نوازن بين الإيجابية، ونستطيع أن نذكر أشياء أخرى. نختار معاركنا، يعني بالنسبة لعملية الوقت الذي تتطلبه التصحيحات الكتابية، يعني يجب أن يكون هناك شيء إيجابي للطلبة. نستطيع أيضاً أن نستخدم رموز، وهذه من استراتيجيات التنظيم الذاتي لدى الطلبة، لنشجعهم على تصحيح أخطائهم بأنفسهم. أنا أستخدم هذه الرموز كثيراً في صفوفي.
استخدمه، يعني حتى استطيع ان استخدمها من الصفوف الاولى، يعني مثلا من الصف اعرف الابحاث تقول نستطيع من الصف الثالث الابتدائي ان نبدا بهذه الاستراتيجيات، مثلا رموز الكتابه كاف، يعني كتابه معناتها اعد كتابه الكلمه بشكل صحيح، يستطيعون التعامل معها بشكل سهل بالنسبه لهم. هنا اي الاخطاء نصحح؟ دائما هذا السؤال، الخطا المتكرر، يعني هناك اذا نمط الاخطاء المتعلقه بمعلومات درسها الطلبه، يعني تخيلي دكتوره احيانا هناك، يعني انا اعرف هذا حقيقه، تصحيح اخطاء لقواعد لم يتعلمها الطلبه بعد، لماذا؟ لماذا؟ ايضا الاخطاء الشائعه نستهدفها ايضا كصف، والمزيد من التدريبات، التعلم يحتاج الى فتره، هناك شيء باللغه الانجليزيه يسمونه في علم النفس المعرفي extended practice، الممارسه، التدريب الممتد المستدام دائما. هل نصحح جميع الاخطاء يعني جميعها في وقت واحد؟ لا، نختار معاركنا. وايضا شيء من علم النفس المعرفي، لا يستطيع الطلبة معالجة محاور لغوية وصيغ لغوية متعددة في الوقت ذاته، هناك يعني محدودية لقدرة التركيز في وقت ما، نختار ما أهم هذه الأخطاء، وهذا الشيء يسهل علينا حتى عملية تقديم تصحيح كتابي. يمكن دكتورة لما تسمحي لي ما أسميه دائما ونعلم طلبتنا دائما، ابتعدوا عن ما يسمى فخ، أنا أسميه فخ تحرير كتابات الطلبة، لا نركز دائما فقط على الأخطاء النحوية، نركز على الملاحظات وبعض الأخطاء، فيعني ما بيكون دائما جل اهتمامنا الأخطاء النحوية، وألاحظ بعض الصراحة التغذية الراجعة اللي دائما نستقيها من الميدان، خطأ نحوي، وماذا عن التعليقات؟ فلذلك دائما كنت أقول لهم ابتعدوا دائما عن ما يسمى حقيقة بفخ تحرير كتابات الطلبة. تمام دكتورة. وبعدين أنا لاحظت حتى من نفسي عندما بدأت كطالبة وكنت مدرسة، يعني في بداياتي أقدم الكثير من التغذية الراجعة وأصحح الكثير تصحيح، ولكن ليس هناك تأثير، ليس هناك أثر، لا أراه في الكتابات، لذلك الكيفية وليس الكمية. في النهاية وأشكركم، أشكر صبركم يعني وحضوركم، يعني تجاوزنا الوقت المحدد، ولكن هذه التطبيقات التي رأيتموها وغيرها أيضا ستكون جزءا من الدليل الإرشادي، وسيوفر مجانا على موقع المؤسسة قبل نهاية شهر تموز 7 القادم إن شاء الله. سنحاول الإجابة على أسئلة شائعة فيما يتعلق بالتغذية الراجعة كما ترون هنا، أيضا سيكون هناك أطر ومعايير للتغذية الراجعة، مصادر تقديم التغذية أو تقديم التغذية الراجعة المتعلقة بمهارات مختلفة، أدوات وأوراق عمل، أمثلة وتطبيقات، دراسة حالات، واستراتيجيات ما وراء المعرفة والتنظيم الذاتي. وفي النهاية أشجعكم الإخوة الكرام على قراءة أو يعني مجموعة الأدوات، ودائما الأبحاث تفيدنا، تقدم لنا معلومات كثيرة، حتى لو كانت هناك أبحاث في سياقات أخرى غير السياقات العربية، ولكن العملية التعليمية فيها الكثير من الأمور المشتركة، ونستطيع أن نتعلم الكثير من بعضنا البعض، ولذلك أشجعكم على قراءة ما تقدمه الأبحاث والاعتماد عليها أيضا في الممارسات الصفية، وسنغني إن شاء الله هذا الموقع بمصادر تطبيقية. شكرا لكم جميعا، كل الشكر. دكتورة لما في يمكن نهاية هذا اللقاء، يعني نستطيع أن نقول يعني أنا لنا أن نعيد النظر في تقديم التغذية الراجعة بطريقة نرى فيها عملية تفاعلية ثنائية الجوانب، يجب علينا تشجيع الطلبة دوما على المشاركة فيها بشكل فعال لدفع التعلم إلى الأمام، يجب أن يكون الطلبة دائما في حالة من التشاركية والتفاعلية في عملية تعلمهم كما ذكرتي حتى منذ السنوات الأولى للتعلم، ويجب دائما التفكير في نوعية التغذية الراجعة وفاعليتها أكثر من كميتها. إذا أردت حقيقة دفع تعلم الطلب إلى الأمام، يجب أن تكون التغذية الراجعة هي موجهة، ويجب أن تركز بشكل منهجي على المهمة وعلى المادة الدراسية والعمليات المتضمنة بها والتنظيم الذاتي. أيضا يجب أن تدفع بتعلم الطلبة إلى الأمام من خلال استخدام استراتيجيات دائما تستند إلى الأبحاث حول
أكثرها فاعلية في العملية التعليمية. هنا يأتي دور مصادر مثل مجموعة أدوات التعليم والتعلم، ودائما دكتورة لما نتطلع إلى الدليل الإرشادي للتغذية الراجعة وإلى المصادر الأخرى إن شاء الله ضمن هذه المجموعة. طبعا تفضلي دكتورة لما. النقطة لاحظت أنه العديد من الإخوة الكرام سألوا هل هذه المادة متوفرة؟ نعم. هل سيكون الفيديو سأقوم بتصوير فيديو خاص أيضا بالإضافة طبعا للرابط الذي سيكون متوفرا على قناة يوتيوب للأكاديمية، سيكون هناك تسجيل فيديو خاص ستضعه المؤسسة على موقعها، والدليل الإرشادي الذي سيتضمن محتوى هذه الجلسة وغيرها من التطبيقات والمواد سيكون متوفرا على موقع مؤسسة الملكة رانيا قبل نهاية شهر 7 تموز القادم إن شاء الله. أيضا مع نهاية هذا اللقاء دكتورة لما، يعني حقيقة أنصح الآن يعني هؤلاء الشركاء يعني شاركونا خلال هذه الساعة والنصف بهذا الشغف، أنصحكم أيضا في زيارة منصة أكاديمية الملكة رانيا lms.qrta.edu.jo. طبعا دائما توقعوا منا المساقات الأفضل، وهناك أيضا التسقات القادمة ستلقي كل ما تحتاجون في الميدان سواء كان معلما أو مشرفا أو قياديا أو في أي مكان من هذه المنظومة. تابعونا إن شاء الله في المساقات القادمة. أريد القول أخيرا دكتور لما وأيها الجمهور العظيم، نغادركم اليوم مع حلمنا المأمول في الإفادة مما نقدمه، ونريد دائما انتقال أثر التعلم إلى الميدان. طبعا يعني نحبكم كما هذا يعني العطاء. دكتورة لما لله درك دائما كنت حاتمية الحضور. أما أنتم أحبتنا لكم منا عاطر التحايا وإلى اللقاء. أشكرك كل الشكر دكتورة رابعة، دائما الحوار مع حضرتك ثري ومغني وممتع، أستمتع به كثيرا. شكرا لكل تعبك، شكرا للزملاء والزميلات في الأكاديمية من فريق الكوميونيكيشنز للمعلومات إلى القائمين، أشكر المؤسسة أيضا، للجميع الحضور الكرام بوقتكم، يعني بقيتم معنا بعد وقت الجلسة، كل الشكر. وأشجعكم من فضلكم على إكمال التغذية الراجعة لهذه الورشة حتى نحصل على أفكار عما تريدونه بالتحديد في الدليل الإرشادي، لأننا ما زلنا في مرحلة العمل على هذا الدليل، فسيفيدنا أن نعرف منكم ما هو المهم بالنسبة لكم. كل الشكر، أشكركم كثيرا، وأتطلع إلى ندوات وجلسات قادمة إن شاء الله. وأنا كذلك دكتورة، أنا دكتورة رابعة وليس ربا، أحب اسم ربا، لا بأس يا دكتورتي وأستاذتي، لكني رابعة وأحب اسمي كثيرا، دائما يخطئون باسمي. هل أنا قلت ربا؟ لا الجمهور المشاهدون. نعم، شكرا لكم. نعم. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية وتصبحون على ألف خير. في أمان الله.